ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان خبير تكنولوجيا المعلومات السيد بلال فهماوي. سيد بلال بعد التحية، هذه الرحلات المتأخرة وهذا العطل الذي حدث في مطارات الولايات المتحدة الأمريكية، برأيك لماذا حدث هذا العطل التقني؟ ما الأسباب؟ السلام عليكم جميعا، يعطيكم العافية. السبب المباشر للعطل الفني هو عطل في نظام النوتام، اللي هو النوتام اللي نوتس تو ايرلاين ميشن. هو نظام تحكم بعطي، يعني يعطي اشارات مباشره للمطارات وللطائرات اللي اثناء طيرانها، هي اشارات مباشره عن حاله الطيران وعن وضع الطيران وعن اي اخطار ممكن تواجه الطياره. فحاليا اللي صار هو عطل في نظام النوتام سيستم، فالاشعارات اللي بتوصل للطيارات طيارين هم في الجو، والاشعارات اللي بتوصل للمطارات اثناء اقلاع الطيارات لم تعد تصل، فصار انفصال في هذا النظام، انقطاع الاتصال بينهم، انقطاع هو للاتصال. فلما نحكي عن نظام المراقبة والتحكم صار فيه فصل، صار عندنا النظام سموه فري رانينج، انك يعني كل واحد بشوف حسب نطاق التغطية تبعه، حسب مجال الرادار او مجال التغطية للطائرة. عادة الطائرات خلال طيرانها في الجو في التي تسمى بينها بمجال الرؤية. السيد بلال، طبعا هي مجال الرؤية، مش بس مجال الرؤية البصرية، مجال الرؤية الرقمية او عبر أنظمة الاتصالات، لانه كل طائرة فيها نظام رادار بعطيها بغطي مدى معين على مدى على مسافة طيران محددة، فممكن طيار خلال طيران يستقبل اشارات من طائرات المختلفة ضمن مدى محدد. هذه الاشارات لا زالت موجودة. احنا المشكلة المهمة حاليا هي مشكلة في الاقلاع وليست مشكلة بالهبوط. طالما السيستم صار داون، النوتام سيستم النوتام، فهذا النظام لما يصير داون ما بصير عندك مجال تطلع اي طياره، فبصير عندنا صعود الطائره للجو بصير صعب، لانه بصير تنسيق بين المطارات المختلفه والرادارات المختلفه. هو النوتام سيستم عباره عن ربط بين الطائرات الموجوده بالجو وبين انظمه الطيران المراقبه الارضيه وبين المطارات، تساعدها في الاقلاع والهبوط. حاليا الطائرات بامكانها تهبط لان فيها تواصل مباشر بين الطائره والمطار القريب عليها، فضمن مجال محدد يمكن ان الطائره تهبط، لكن ما في مجال الاقلاع لانه ما عندك معلومات عن المجال الجوي بشكل عام. المشكله حاليا هي مشكله فنيه، اما السبب الرئيسي الموجود فيها ما مش معروف لحد هاي اللحظه. يستبعد لحد الان وجود هجوم، لكن يعني هل في مثل يعني حتى مع استبعاد يعني كما قال البيت الابيض ثمت اي شبهه لهجوم سيبراني او الكتروني، لكن هل برايك انه يعني فعلا في الحقيقه يعني انه يمكن ان يكون هناك هجوم الكتروني ادى الى تعطل هذه الاجهزه وبالتالي تعطل الطائرات؟ انا بوجهه نظري المشكله مشكله تشغيليه، لكن مشكله عامه مش مشكله خاصه، يعني اوبريشنال كريتيكال اوبريشنال ايشيو بنسميها في علم التشغيل، علم التحكم والتشغيل، انه صار عندنا فصل عام للنظام المراقب العام لكافه المطارات وكافه الطائرات. فالفصل العام معناته عندنا مشكله ريدندنسي، مع عندنا مشكله يعني وجود ريدندنسي يعني وجود حل بديل، وجود باك اب للنظام، وجود طرق اتصالات مختلفه. فعاده اذا بدنا نفسر الموضوع من ناحيه فنيه، خلينا نحكي باعتبار انه صارت عندنا مشكله فنيه سواء كانت متعمده او غير متعمده، او هي هذه هجوم سبراني على النظام التشغيلي، او هو عطل فني لسبب او لاخر. عاده الانظمه التشغيليه بيكون عندها عده باك ابس او عده سيناريوز في حاله الفيلير، فلما يصير عندنا فيلير او فشل عام بالنظام لازم يكون عندنا بلان بي. بلان بي هاو تو ريكونكت النظام بطريقه اخرى. لو فرضا كان عندنا اتصال عبر قنوات الفايبر مثلا او الاوبتكس او اتصالات اللاسلكيه، لازم يكون عندنا باك اب عن طريق الساتلايت، اللي هو اسمها خطه بديله او خطه طارئه، بسموها الامرجنسي ريكفري بلان، خطه الطوارئ البديله، اللي هي خطه الاحلال او خطه الحل اللحظي البديله في حال وجود فيلير او ميجر ديزاستر. هلا هاي الحاله تعتبر كريتيكال، هي يعني اكثر فشل للنظام هو يصير كريتيكال، هاي اقصى حاله لفشل النظام التشغيلي، انه يصير عندنا خطا تشغيلي على مستوى عام لكل الشبكه. عاده هاي الاخطاء يفترض تكون نسبتها تقول للصفر. بالتصميم يكون عندنا اكثر من سيناريو واكثر من باك اب بلان لحل هاي المشكله. لحد هاي اللحظه مش معروف شو هو السبب. الرئيس الامريكي بايدن طالب بتحقيق عاجل مع الاف، لكن سيد بلال يعني يمكن يعني استخدام هذه الخطه البديله او الطارئه في حاله الهبوط، مثلا نرى في بعض الاحيان عدم
يعني سقوط أو نزول العجلات يعني عند الهبوط يعني أو اقترابها من المطار، يمكن أن يستخدم نظام بديل أو نظام الهيدروليكي أو اليدوي. لكن هنا في الصعود هنا المشكلة، يعني عندما تصعد الطائرة مثلا في طريقها إلى الإقلاع، الخطورة هنا في أنه قد يستخدم نظام بديل لمساعدتها على الصعود، وخاصة أن بعض الطائرات تتجه مثلا إلى أكثر من 35,000 قدم. طبعا في نظام متكامل لإدارة الطيران والارتفاعات المسموحة والمتاحة. النظام هذا النوتام بعطيك updated elevation data ولوكيشن لكل طيارة وكل طائرة بأي اتجاه بأي ارتفاع بأي وجهة بأي منطقة متواجدة، وكم مسافتها عن كل مطار وعن كل طيارة بالجو. فهذا نظام دايناميك بفرجيك كل طائرة وين موجودة حاليا. هو الفيدرال افيشن افجن اللي هي هاي الطيران الفيدرالية الأمريكية أخرت رحلات لمدة 3 ساعات من الساعة 6:30 لساعة 9:30 صباحا على أمل أنهم يحلوا مشكلة النظام. خلال هاي الفترة رح يسمحوا بنزول الطائرات ما يسمحوا بصعودها. حاليا هي الحل الاولي لهذا الفيلير الموجود هو الريكفري. انا نحكي ريكفري انك تو ريديوس الايفكتس والديزاسترز عن طريق يعني فقط السماح بالهبوط اللاندنج للطيارات حسب الوجهه تبعها. الهبوط سهل لكن الخطوره هنا في الصعود. الهبوط يمكن ان يعني تكون هناك اجهزه مساعده، هناك ايضا عربات اطفاء، هناك رغاوة مثلا تلقى على ارض المطار يمكن ان تساعد الهبوط، لكن الصعود هو المشكله طبعا. المطار. نعم المشكلة هي في الصعود وليست في الهبوط، لأن الصعود بده يكون عندك رؤية عن كافة المجال الجوي المحيط فيك من كافة الجهات كافة الارتفاعات وتواصل بين كافة المطارات. عادة هاي الأنظمة بتربط كافة المطارات مع بعض، بتربط كافة الطائرات مع المطارات، بتربط كافة الطائرات مع الرادارات، فأنت بتأخذ معلومات من كل الرادارات، بتأخذ معلومات من الطائرات، بتأخذ معلومات من المطارات المختلفة، وبتجمع هاي المعلومات وتعالجها وبتعطيك سناب شوت لكل طيارة وين موجودة في كل لحظة والارتفاع والاتجاه. نعم. طالما صار عندك زي كأنك يعني سائق سيارة فقد الرؤية أو صار في عندك ضباط ما رح تشوف الرؤية، فبصير عندك صعوبة في الرؤية، فبدك وسائل مساعدة. فأفضل حل في حالة أنك تفقد الرؤية أنك يعني تقف جانبا وما تمشي بالطريق المشعر. تمام. فحاليا ما رح يسمح للطيران بالصعود، رح يسمح له بالهبوط لحين حل النظام. أتوقع الموضوع بما أنه موضوع تشغيلي والاصل بهيك انظمه يكون لها بلان اي وبلان بي وبلان سي، فاكيد راح يروحوا لخطه بديله يشغلوها خلال ساعه او ساعتين ويعيدوا اقلاع الطيران. في اتوقع في حلول انه يعملوا عن طريق كلاسترز بدل ما تكون 1 يونت اليونايتد ستيتس از 1 يونت، انها تكون مثلا نظام متكامل يقسموها الى زونز، كل زون تتحكم بالمنطقه بالطائرات اللي بتطير فيها ويصير تنسيق بين هاي الزون. نعم واضح ما تقوله إذن من هذه المعلومات. من عمان بلال فهماوي خبير تكنولوجيا المعلومات كنت معنا عبر الهاتف.